اهلا يا جماعه، في البدايه اسمحوا لي ان انا باسم حزب القدر المصري ان انا ارحب بحضراتكم واشكر لحضراتكم وجودكم معانا في المؤتمر العام لحزب القدر المصري المنعقد من 13/12/2014 وان شاء الله هينتهي في جدول اعمال مصر ان شاء الله ويتم تسليم القيادات في الحزب في الفتره القادمه. احنا شاكرين لكل الحضور سواء كانوا من حزب القدر المصري او من رموز الحركة السياسية المصرية وطبعا السادة الإعلاميين. أشكر وأرحب أيضا بالسيد الدكتور محمد رفعت وأيضا الأستاذ كريم محروس والأستاذ هشام زايد اللي كان رئيس لجنة تسيير الأعمال في الفترة الماضية واللي بدأ هذا اللقاء بكلمة منه. أود أن أشير في بداية كلامي إلى مقدمة على مدار تاريخ البشريه من دروس ومعاني في تضحيه بلدان غير ذلك في تضحيات شهدائنا، ليس فقط شهدائنا قطع سنوات الماضيه ولكن شهدائنا منذ ان عرفت حكايه اسبوع شهدائنا منذ نصف الحاضر حتى نصف 73 شهداء جميعهم مصريين جمعتهم بعض جمعتهم عقيده متواصله ابناء عقيده واحده على مدار السنين هي تفصيل الارض والتراب المصري. هذا اسمحوا لي في بداية هذه الكلمة أن نقف جميعا بطريقة الحجاب على الأوضاع منذ 27 عاما حاول البعض تشويه مستقبل أبنائنا من خلال تهريب الأبرياء الفاسدة المشاحة في ظل عدم قدرة الدولة في ذلك الوقت عند الوصول إلى تلك التقنيات البعثية ومن هنا انطلق احد المسلمين الشعراء وهو الاستاذ عبد السلام دوله اطلق دعوته للجنود المصريين لانشاء الكيان المصري يكون دوره للحفاظ على مستقبل الامه انطلاقا من التمسك بالاصول والسلام والحفاظ على البيئه المصريه كل ما تحمله من قيم ومعاني ثقافيه ودراسيه وايكولوجيه وقيم حضاريه. اجتمع حضره 50 من ابناء هذا الوطن منطلقين من تلك الجذور فكان حزب القدر المصري الذي حارب مؤسسوه في جنرات المحاكم حتى صدر حكم المحكمة الإدارية الدولية بعد 4 سنوات من النزال مع النظام السياسي في ذلك الوقت. وأقتبس هنا بعض مما جاء في حيثيات هذا الوقت أن هذا الحزب قدم في برنامجه أفكارا مستحدثة لما تفرق لها أي كيان سياسي آخر من كون مرابط الماضي بالحاضر من أجل المستقبل، وإن مفهوم أن المفهوم الكلي للبيئة في برنامجه قد تجاوز كافة المفاهيم التي تتعلق بالبرامج الأخرى. وكان من الطبيعي يتولى صاحب دعوة التأسيس رئاسة ذلك الحزب، إلا أن خبراء المصريين قدموا درسا للجميع أن من يتولى والأقدر على إدارة المرحلة فكان أول رئيس الحزب هو الدكتور حسن رجب. ومن هنا بدأت انطلاقته وبدأ الحزب في نشاطه الفعلي على أرض مصر. كنا أول من طلب الدول الأجنبية بإزالة الألغام من الأراضي المصرية، وأول من طلب إعادة كل قطعة الأثرية إلى الطبيعة، وأول من دعا إلى تعمير الساحل الشمالي والتعامل مع ملفات التنمية وفق الطبيعة الإيكولوجية للمناطق الجغرافية. وكنا ونزلنا رافضين لإنشاء محطة كهرباء الطاقة النووية وغيرها من المبادرات التي تقدم بها الدولة انطلاقا من أساسه الفكري وهو أن الحل العلمي في السياسة وأن الإنسان المصري هو صاحب المشكلة وهو نفسه صانع الحل. أستاذ حضور بعد كلمة الأستاذ هشام زايد أعتقد إحنا وضحنا حضرتك جزء كبير جدا من تاريخنا وجزء كبير جدا من تقييمنا الشخصي لحزب القدر عما حدث في الفترة الماضية ورأينا في مرايات الأمور اللي كانت في مصر وموقفنا منها. أنا هقول لحضراتكم دلوقتي إن إحنا هنرفع هذه الجلسة بشكل سريع جدا علشان نبدأ إجراءات الإفطار.
اعلان النتيجه هيقوم السيد هشام زايد رئيس الحزب السابق بقى دلوقتي باعلان تشكيل هيئه المكتب. اتفضل هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اتوجه بالشكر لحضرات الساده الضيوف وبشكرهم دايما على وجودهم معانا. دي مش اول مره الحزب يقوم بيها زي ما تفضل احمد بيه الكبيلي واشار لتداول ديمقراطي داخل الحزب منذ بدايه النشاه، ونحن عهدنا ان نظل هكذا، وان شاء الله باذن الله ان من تولوا جديدا المناصب القياديه سيكونون على نفس الدرب ونفس المشوار. ابدا برئيس الحزب، كان بالتزكيه وحصل على نسبه 100%. النواب الدكتوره راجيا نور الدين، استاذه مجد عنان حصلت على نسبه اصوات 100%. الامين العام دكتور عادل الصواف وحصل على نسبه 100%. رئيس المكتب التنفيذي المهندس منير رزق الله وحصل على 100%. المنصب الاصعب دائما، المنصب ده هو الاصعب في حزب الخضر المصري نظرا لقله الموارد وكثره الالتزامات وطموح الاعضاء، امين الشؤون الماليه استاذ محمد علي اسلمان بنسبة أصوات 94.7. دول هيئة المكتب اللي أنا شخصيا أثق كل الثقة إن هم هيكونوا قادرين على إدارة الحزب الفترة القادمة، وكل أمل إن الحزب هيكون في خطى أسرع وأفضل، وإن شاء الله بإذن الله يعملوا أداء يشرفنا كلنا ويكمل مشوار الناس اللي بدأت الحزب ده وتحقق حلمها. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق لحضراتكم إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بتوجه بخالص الشكر والامتنان لكل السادة الحضور الكرام، وخاصة من رؤساء الأحزاب اللي شرفونا، سيادة المستشار أحمد الجبيلي والأستاذ عمرو عبد الحكيم رئيس حزب مصر. وبتقدم بالشكر والعرفان لكل الشخصيات السياسية والعامة اللي شرفونا النهاردة والإعلاميين، وكمان شكري لكل أعضاء لجنة الانتخابات اللي قاموا بدور كبير جدا في الإعداد لهذا المؤتمر. وشكري موصول طبعا للسادة والسيدات الأفاضل أعضاء الحزب الكرام اللي أجهدوا نفسيهم وجم حضروا المؤتمر العام هنا. بتوجه بالتهنئة للسادة زملائي الأستاذة راجية نائبة رئيس الحزب، والأستاذة مجد عنان، والأستاذ والدكتور عادل الصواف، والأستاذ والمهندس منير رزق الله، والأستاذ محمد أسلمان أعضاء هيئة المكتب وباقي أعضاء الأمانات النوعية والمكتب التنفيذي، متمنين أن يتم التعاون معا لنبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الحزب، في مسيرة حزب الخضر الذي أشرف بقيادته من الآن كخلف لمجموعة متميزة من القيادات بدأت من عام 1990، بدأت باللواء الدكتور حسن رجب الدبلوماسي القدير صاحب الرؤية والابتكارات العلمية، والأستاذ عبد السلام داود الصحفي الكبير، والأستاذ كمال كيرة، والأستاذ الدكتور بهاء بكري العلامة وفيلسوف الحزب رحمهم الله جميعا، ثم اللواء طبيب عبد المنعم الأعصر أطال الله عمره وأعطاه ومتعه بالصحة والسلامة، والأستاذ هشام زايد الذي قاد الحزب وقاد الدفة في فترة من أصعب فترات مصر، في فترة من أصعب الفترات في تاريخ مصر كونها شهدت أحداثا جساما شابها كثيرا من الريبة أطاحت برموز سياسية تصدرت الساحة عبر ثورتين ومر الحزب منهم بسلام. ونبدأ جميعا بسم الله الرحمن الرحيم مرحلة أخرى من مراحل خدمة المجتمع وكل مواطنيه والتعامل مع كل رموزه حفاظا على تاريخ من سبقونا وامتدادا له بالبعد عن المهاترات السياسية، حفاظا على سلامة ووحدة هذا الوطن، وأن نلتزم بأيديولوجية الحزب الثابتة في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية المختلفة بأن يكون الحل علميا والتنفيذ سياسيا، لأن الثوابت الوطنية هي التي تحكمنا في تناول أي قضية لا نحيد عنها ولا نترك فرصة لأعداء الوطن أن ينالوا مننا. وسألتزم مع قيادات الحزب وفي الأمانات النوعية وأمانات المحافظات بتكليفات منبعها ثقتكم وإيمانا أن قيمة هذا الحزب تكمن في قناعاته بأن المجتمع المصري وحدة متجانسة ذات تنوع خلاق موصولة التاريخ والآمال من بدء التاريخ، وسنعمل
على استكمال تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الحزب في إطار من المسؤولية الفردية والجماعية تجاه مصر مجتمعا وبيئة، التزاما بشعار الحزب الله الإنسان البيئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.